تعالوا شوفوا اليوم شو صار معنا. كنا قاعدين استهنا ببسبوسة بالقشطة، رحنا قلنا للماما عادي تساوي لنا بسبوسة بالقشطة، قالت تكرم عينكم يلا تعالوا نسويها مع بعض. مكونات رح يكون معنا كاسة سميد، 3/4 الكاسة سكر، نص كاسة زيت، وربع كاسة حليب بودرة، بيضتين، وعلبة قشطة، وملعقة كبيرة كينج بودر، وفي عندك ملعقة صغيرة فانيلا. فانيلا مشان شو منحطها؟ منحطها لحتى تروح زنخة البيض. هاي بالنسبة لطبقة السميد. نيجي لطبقة القشطة. أيوة طبقة القشطة رح نحتاج كاستين حليب، 4 قطع جبن، و4 ملاعق كبيرة نشا، وعلبتين قشطة. تمام يلا نبلش. يلا يا حلوات، اول شيء رح نحط البيض. يلا بعد اضيفي عليها معلقة صغيرة فانيلا. لا ماما مليا لانه انت اللي معك معلقة صغيرة. عمل كلها ايوه. يلا بعد اضيفي عليها الزيت. شطورة. يلا بعد شو رح نضيف؟ السكر. تمام يلا منضيف الحليب البودرة. شاطر. هلا رح نعمل لا نسينا شغلة. يلا القشطة. لا السميد للأخير. حطي القشطة. أيوة شاطرة. طيب وهلا شو رح نعمل يا حلوة؟ يلا بس ماما. يلا خلطي. لا ما تهزي بنحط نص بالصحن. نرجع لكم بعد الصب. بعد ما خلصنا رح نحطها بالفرن درجة 180. لما تجهز الطبق الأولى رح نعمل القشطة. بنحرك على البارد أول شيء المكونات مع بعضها. نشغل النار ونحط القشطة. لازم ماما نضل نحرك. هاي الخطوة لازم يكون معنا واحد كبير. أيوة ليش؟ عشان ما نحترق. هلا حتى القشطة. أيوة بعد ما جمد الخليط نضيف شوي زهر. وهيك القشطة بتكون جاهزة. يلا طفي النار. هاي الطبقة الأولى بعد ما طالعناها من الفرن نضيف عليها القشطة. لحظة سخنة.
خلصنا طبقة القشطة وهلأ بنستناها لحتى تجمد وبعدين بنضيف بقية الخليط فوق. خلصنا الطبقة الثالثة رح نحطها بالفرن على نار فوق لتستوي. حكيتكم قصة خفيفة لطيفة بس إن شاء الله ما تملوا من حكاياتي. كنت بالمدرسة كان وقت الفسحة نزلت آكل مع رفقاتي، أكلنا بوشار بطاطا وجلي حلويات وسكاكر. بعدين رن الجرس، نحن وقعنا كلياتنا اللي كنا عم ناكل كلياتنا وقعنا، كان معي رفقاتي كثير بحبهم، كلنا وقعنا لأنه رقدنا وما حسينا في شيء تحتنا. الأولاد كان في عصير أو ساخ، ونحن بالفصل قبل ما تجي فسحتنا الأولاد جابوا عصير فيه حطوه بالأرض عفسوه برجليهم أو خربوا لنا الفسحة. لما جينا نطلع عصبوا علينا قالوا لا رتبوا بعدين نطلعوا على الفصل. طيب إيه بعدين لما طلعنا في بنت دفشتني سادس مدري خامس أوف كنت رايحة أضربها بس في إجت ساعدتني رفقاتي إجوا لعندي وساعدوني. السادسة شافتني راحت عند فصل سادس صيحت على البنت حطتني بكرسي قالت لي العبي ما تلعبي حطيني وانتي تسلوا. لما بدي أحطلها طفت. يا لطيف. وضلينا نلعب ونضحك وأنا هيك أنا هيك قاعدة مستنية قبل ما تجي الأستاذة تقول خليني ليام معكم شوي، رايحة وراجعة. طالما مليت من كلامي إذا صارت البسبوسة أو لا. وهيك بعد ما جهزت معانا البسبوسة راح نضيف عليها قطر وفستق حلبي. نعمل فيها ثقوب لحتى يوصل القطر للنهاية. نضيف الشيرة أو القطر فوق البسبوسة. بنضيف الفستق الحلبية ميامي. هذا شكل النهائي راح نحطه بالبراد لمدة ساعتين أو ثلاثة. يلا نذوق مع بعض. بسم الله. نذوق كمان. نادوا لعبد الرحمن. عبد الرحمن تعال دو. وين؟ جيب معلقة. ليه مسحنين؟ شو رأيك؟ يلا صحتين. ممكن نختم الفيديو يا حلوين وبعدين نكمل. يلا مع السلامة.